خبرنا بيقول أنه نقابة المهن السينمائية أصدرت قرار بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بصناعة السينما المصرية وإلزام جهات الإنتاج بعدة شروط، منها تحديد ساعات العمل وضرورة التأمين الصحي على كل فرد بالفيلم. اللافت هون أنه النقابة ما جددت بمنشورة أو ما حددت كم هو الحد الأدنى للأجور. هل رح يكون مثل المنشور المتداول واللي بيقسم الفنانين لثلاث فئات؟ الفئة الأولى منهم وهدول أجورهم ما بين 3 و5 مليون جنيه، الفئة الثانية فالحد الأقصى لها 3 ملايين جنيه، والحد الأدنى 1.5 مليون. أما بالنسبة للفئة الثالثة والمواهب الجديدة والصاعدة اللي بتنتمي للفئة الثالثة، فالحد الأقصى لأجورهم رح يكون 750 ألف جنيه، بينما لم يحدد الحد الأدنى. طيب بالنسبة لأستاذ الجامعة أو الموظف الغلبان لما يسمع ويشوف هاي الأجور، يا ترى كيف رح يكون حالهم وكيف رح تكون ردة فعلهم؟ من أيام انتشر، يعني عشان الخبر بس نلخصه، من أيام انتشر أوراق كده على مجموعات الواتس، منشورات بتحديد الحد أجور الفنانين بتكلم على الفنانين عموما، الفنانين والفنيين وكمان المؤلفين بتوع الأعمال السينمائية أو حتى الأعمال الدرامية، وقسموهم لثلاث فئات A و B و C. A بياخدوا من 3 ل5 مليون، دول المؤلفين طبعا، بتكلم على المؤلفين. B بياخدوا حد أقصى 3 ملايين في السيناريو، و C دول اللي بياخدوا إيه؟ أقل من مليون. طيب واتكلموا برضو عن أرقام خاصة بالممثلين. دلوقتي طلعت السلطات، نقابة المهن السينمائية نفت الموضوع. النفي حلو ما فيهوش مشكلة، وطلع برضو نقابة المونتيرين ونقابة مش عارف إيه، كلهم دول نفوا الموضوع جملة وتفصيلة. طيب لما ننزل على أرض الواقع، على أرض الواقع موجود أسعار وموجودة تسعيرة يا جماعة ما تهكش على بعض لكل الفنانين أو كل الشغالين في الحقل السينمائي والحقل الدرامي في مصر. معروف ان اكتر واحد في السينما مثلا وفي الدراما في مصر محمد رمضان، معروف هو بياخد الرقم ده، والشركه اللي بتنتج له بتعلن الرقم، وهو نفسه الولد، هو نفسه محمد بيطلع يعلن الرقم ويتباهى بعربيات وحاجات والكلام ده كله. دي حاجات معروفه، معروف محمد رمضان محمد، وفي مش عارف كذا ممثل تاني معروف، مثلا في الممثلات معروف مثلا ان كعبها عالي شويه، مثلا منى زكي، معروف انك تاخد الحاجات دي كلها. هتيجي تكلمني على ممثل تاني مثلا حتى لو قدير، حتى لو من زمان، لا هتلاقيه بيعاني. خالد زكي زمان ممثل كبير اللي يمثل في طباخ الرئيس، شخصية حسني مبارك، كان من فترة طلع في برنامج وكان بيشتكي ان هو عربيته مش عارف يجددها، او ان هو باع عربيته بسبب أزمة مادية مر بيها، واضطر ان هو ايه، اضطر ان هو ياخد عربية مراته ويجي بيها او يتحرك بيها. ده مش ده خالد عبد الغفار نموذج الفنانين اللي هم مش لاقيين نماذج كتير موجودين في مصر، ومجموعة معينة مسلط الضوء عليهم هم اللي بياخدوا الزيتون أو هم اللي بياخدوا المبالغ الكبيرة والمبالغ الضخمة. ففكرة النفي بتاع الموضوع فكرة، وجهة نظري فكرة سيئة. الأفضل إن إحنا يا جماعة نهندم الموضوع ونظبط الأمر، يعني ما اتعملش شرائح، يا جماعة في شرائح وكذا كذا، بس إحنا مثلا هنقللها مش هنخلي واحد بقى بياخد حاجة كبيرة متضخم، وواحد بقى أقل منه تحت الأرض ما بيعرفش ياخد. بكلمكم على الممثلين الدور الأول والدور الثاني، مش بتكلم على الناس الكومبارس ولا الناس اللي بتيجي تعمل دور ولا غير، اللي هم أصلا مش لاقيين أكله. ففي مشكله في صناعه السينما في الاجور، في مشكله محتاجين انها تتحل، ومحتاجين اننا يعني ان مصر او صناع الدراما في مصر او الدوله حتى تبص لها بعين الرأفة.